لا يختلف اثنان على أن الكابتن عصام عبد المنعم نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق أحد العلامات المضيئة والبارزة في سجلات الساحرة المستديرة المصرية بصفة عامة وحراسة المرمى بصفة خاصة. استحق احترام الجميع بفضل أخلاقه الراقية وقدراته الفنية المتميزة التي جذبت إليها الأنظار بشدة منذ نعومة أظافره، وبعد أن بزغ اسمه تلقى العديد من العروض، إلا أنه تمسك بالانتقال للأهلي من أجل تحقيق حلمه في التتويج بالعديد من البطولات المختلفة، وهو ما تحقق بالفعل. دافع عصام عبد المنعم ببسالة عن حراسة مرمى المارد الأحمر والمنتخب الوطني في حقبة الستينيات ومنتصف السبعينيات، وبات أحد الأعمدة الأساسية التي كانت تعتمد عليها جميع الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق الكروي في تلك الفترة. ولم لا؟ وهو كان أهل لهذه الثقة التي وضعها فيه كافة المدربين سواء على المستوى المحلي أو الوطني. هو حقا تاريخ مدجج بالفخر والاعتزاز. وبعدما اعتزل الكابتن عصام عبد المنعم شغل العديد من المناصب الإدارية الهامة، كان على رأسها رئيس الاتحاد كرة القدم، بخلاف رؤيته الصحفية التي أنارت عقول القراء من خلال مقالاته في جريدة الأهرام، كما ترأس رابطة النقاد الرياضيين وكان عضوا للجنة الأولمبية المصرية، وحاليا هو عضو في لجنة التسوية والتحكيم. من دون شك هو شخصية رياضية رائعة تدعونا دوما أن نفتخر بها. يحل اليوم النجم الخلوق الكابتن عصام عبد المنعم ضيفا على قناة الأهلي للحديث عن مشوار الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومدى فرص تتويج أبناء حسام البدري ببطولة الدوري، كما يتحدث عن المباراة الودية للفريق أمام أتلتيكو مدريد والمقرر لها يوم السبت المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفنا الكبير رئيس اتحاد الكره الاسبق وكابتن مصر النادي الاهلي كابتن عصام عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن، منورني. اهلا، مساء الخير، اهلا بك. منور بيتك قناه النادي الاهلي دايما كده باذن الله. طبعا لا يكرم المرء في داره. يعني كابتن عصام، لدينا العديد من الملفات، ابدا مع حضرتك بمشوار النادي الاهلي في الدوري، كيف تراه حتى هذه اللحظه؟ هو البدايه لازم نقرر انه الدوري السنة دي يبدو مختلف. الحقيقة أنه يعني أصبح من الصعب على أي متابع أو أي خبير أنه يتنبأ بنتيجة أي مباراة. المستويات تقاربت جدا، يعني النادي الأهلي كان في فترات طويلة بيبقى هو في كاتيجوري، هو في بيلعب في ليج وبقيه الفرق في مستوى تاني على المستوى الفني. على المستوى الفني نعم. المستويات تقاربت جدا، اللاعبين تقدمت مستوياتهم ووعيهم في كل الفرق. يعني انت بتتفرج على مباراه من الصعوبه بمكان انك تتنبأ بنتيجتها. ده ما كانش الحال بالنسبه للنادي الاهلي لفترات طويله. لكن يظل في برضه فارق تنظيمي وفارق فني بسيط لمصلحة النادي الأهلي. ونظريا الأهلي يعني نقدر نعتبره المتصدر أو في سبيله إلى التصدر، لكن المسألة مش هتكون سهلة. النادي الأهلي لأنه مكتوب عليه دايما أن يقاتل في جبهات كثيرة ويغذي المنتخبات كلها، و ايضا يلعب في البطولات ويبقى مطلوب في الحاجات الوديه ومطلوب في الحاجات الرسميه داخل وخارج الوطن، وعليه واجب انه بيجيب فرق كبيره عشان تلعب في مصر وهكذا. فالنادي الاهلي هناك ضغط كبير على لاعبيه، ولذلك يعني انا شايف يعني هات لي اي فرقه في العالم عندها الثلاث سردباكات الاساسيين يبقوا مصابين. ده حظ سيء. حضرتك شايف ان ده يعني لا يحدث كثيرا في كره ما 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 يحصل ما يحدثش، انما في ضغوط. يعني بالاضافه لان مثلا واحد سافر حجازي
وبعدين عندك ربيعه وسعد سمير يعني، بعدين نجيب فيعني انت عندك هذا اربعه، واحد سافر وثلاثه مش موجودين، فانت بتحط ناس اقل خبره او ناس سنهم اقل، بالتالي يعني المنظومه يعني منظومه اي فريق بطوله بيبقى ليها ملامح زي الانسان كده، ما ليه ملامح فيتشرز اساسيه. من الملامح الاساسيه لان خط الظهر يبقى فيه اثنين ثلاثه هم اللي يعني متحملين المسؤوليه الاكبر، وسط الملعب، صانع اللعب، المهاجم، الهداف، الاطراف، يعني كل منطقه من المناطق تعتمد على يعني اوتاد. نعم. لما بتغيب عن اي فريق حتى لو الفريق ده يعني بطل في اوروبا، فالنادي الاهلي الحقيقه عنده سوء حظ، بس سوء الحظ ده لحسن الحظ ما بيستمرش كتير، يعني هيرجع المصابين قريب ان شاء الله وهتتعدل الاحوال يعني. لكن طب انا عايز اسال حضرتك، ولازم انتهز الفرصه يعني معايا واحد من اساتذه الاداره في كره القدم المصريه. النادي الاهلي منذ يعني هذا الموسم والموسم الماضي وهو مجبر على اللعب بضغط مباريات غير طبيعي، ان انا العب ماتش كل ثلاثه ايام من اجل ان انا مجرد ان انا اكمل البطوله. هل حضرتك شايف ان اجبار النادي الاهلي على اللعب مباراه كل ثلاثه ايام هل هي في مصلحه الكره المصريه والنادي الاهلي؟ طبعا مش في مصلحه حد، بس احنا الحقيقه يعني بنتكلم دلوقتي ليه؟ ما اتكلمناش قبل ما يبدا الموسم ليه؟ قبل ما يبدا الموسم انا بيبقى عندي خريطه كنت بعملها. نعم. ويعني في وقت سابق وكنا بنستعين باشياء متقدمه يمكن ما تستعينوش بيها دلوقتي. كنت بعمل احط كل الكوميتمنتس، كل الالتزامات. نعم. بالنسبه للانديه وبالنسبه للمنتخبات حتى منتخب الشباب، وكل الكلام ده بحط بيتغذى في الكمبيوتر وبيطلع لي ايه الاماكن اللي اقدر اعمل الدوري امتى. نعم. ولو توقفت التوقفات دي كلها الاوقات المتاحه الدوري يخلص امتى. نعم. وهل ده هيسمح لي بفتره راحه سلبيه ثم راحه ايجابيه ثم مباريات وديه كما تقتضي الشروط العلميه يعني بين المواسم، يعني فتره ما انا كمان ما جيش ابحبح في الموسم بعدين الموسم اللي بعديه يبقى في فرق بينه وبينه اسبوع مثلا. نعم. 10 ايام زي ما حصل قبل كده، ما خدتش لا راحه سلبيه ولا ايجابيه ولا كل القواعد العلميه. نعم. دي الموسم الماضي كان لا ينتهي، كان لا ينتهي حوالي 344 يوم. بتتصل المواسم بتتلاحم المواسم. نعم. وده شيء الحقيقه يعني عيب، عيب علينا احنا رواد، احنا الناس تقتدي بينا في المنطقه، مش احنا اللي نرتكب مثل هذه الاخطاء، ومش احنا حتى لو ارتكبناها نكررها باستمرار. احنا ليه يا كابتن عصام دائما بنتفاجئ؟ يعني دائما بنفوجئ بان اصل منتخب مصر عنده ارتباط في الميعاد الفلاني فلازم نضغط الماتشات في الميعاد الفلاني. ليه دائما احنا في هذا الامر الواقع، سياسه الامر الواقع؟ ما هو التخطيط الجيد يعني عدم وجود مفاجآت. ما هو انا اذا عملت تخطيط وتحسبت فيه لكل الظروف انا مخطط جيد. انما اذا عملت تخطيط وفوجئت ان في حاجه جت لخبطت ما كانتش على بالي، ما كانتش على بالك، يبقى حضرتك ما تنفعش. مفيش حاجه اسمها مش على بالي، مفيش حاجه اسمها مفاجاه، مفيش حاجه اسمها يجي ارتباط يقول لي والله احنا عايزينك تلعب في الخليج ولا تلعب في الهند ولا تلعب في اي حته. اسف، الجدول بتاعي لا يسمح مهما كانت الظروف. يعني اتحاد المانيا يعني احنا شايفين مثلا منتخبات المانيا متصدره المشهد على الصعيد يعني الاوروبي وعلى الصعيد العالمي. ما سمعناش ان في ضغط في الدوري الالماني او في مشاكل او في اي نوع من هذه الامور يعني. لا يا شوف، هي هو في سيستم، في سيستم بيبقى موجود والناس بتقدر يعني امكانيات الفرق اللي عندها. الدوري الانجليزي مثلا تلعب ماتشين في الاسبوع خلاص. نعم. يعني انت عارف بداية انك بتعمل مباراتين في الاسبوع، لكن فترات الراحة بين المواسم محترمة. نعم. الاسلوب العلمي في الاعداد وفترات الاعداد بين المواسم بيتم احترامها. احنا ليه يا كابتن ما لا نضع الاسلوب العلمي في التخطيط؟
الأسلوب الفني في التخطيط. يعني هذه يعني هذا يعني هذا الطريق إلى جدول الدوري أو إلى طريق مع وضع كل المتطلبات كوميتمنتس زي ما حضرتك قلت الكوميتمنتس اللي الأندية هتشارك فيها والمنتخبات هتشارك فيها، ليه ما بيتمش وضع العلم والوضع الفني الرؤية الفنية؟ هي القضية إنك إيه؟ أنا ما بقولش إن الناس يعني أنا ما بنتحبش أنتقد ناس في مقاعد المسؤولية دلوقتي، كله بيبذل جهده بقدر استطاعته، لكن أنت إزاي بتفاجأ؟ تفاجأ يعني أنت ما حسبتش صح. المفاجأة لا تحدث إلا إذا كنت أنت ما حسبتش صح. وأنا إذا حسبت صح وعملت الجدول بتاعي بما تمليه عليا الأصول العلمية والفنية لكرة القدم، وجات لي مناسبة بعد كده رئيس جمهورية العالم قال لي تعالى يلعب، أقول له لا مش هينفع، ما أقدرش أكسر التخطيط بتاعي وإلا سلام عليكم أمشي. يعني لابد الناس كمان تحترم، ما تجيليش أنت تعمل لي حاجات احتفالية وحاجات فانتازية وتقول لي بعد كده اللعيبة يعني تستحمل. لا، اللعيبة مش هتستحمل، العضلات هتطرقع والإصابات هتزيد وزي ما شفنا يعني. فيعني أتمنى إن شاء الله إن احنا يعني نحسن التخطيط ونستمر عليه، ومسألة المناسبات والكلام ده إذا جالي حاجة مفاجأة أنا آسف أعتذر عنها يعني. طيب كابتن عصام، هل ترى تباين مستوى النادي الأهلي هذا الموسم بسبب الإجهاد أم هناك أسباب أخرى؟ لا، هو ده سبب مباشر يعني. أنا مش عايز أكون أنا بحبش أدي أعذار، إنما إنك تستقبل أهداف، ما هو أنت كان عندك دفاع صعب اختراقه، لكن بيستبدل بعد كده بناس زي يعني زيهم زي المنافسين، فيبقى وارد انه يتم اختراقه ويتم تسجيل اهدافه ووارد ان انت تتعثر. لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه مش واخد على انه يبقى نص نص، رغم انه النادي الاهلي نظريا بما يتبقى لي من نقاط هو في المقدمه. نعم. والمسألة ولسه بدري على يعني حضرتك ترى ان النادي الاهلي في المسار الصحيح حتى الان؟ هو في المسار الصحيح، بس يعني في عثرات حصلت بسبب اصابات خط الظهر. نعم فقط يعني لا بس خط... نعم بس نعم. انا يعني انا ما فيش حاجة اقدر يعني اعذر فيها الجهاز والفرقة، عذرهم الوحيد اللي مقبول عندي هو إصابة قلب الدفاع اللي تسببت في ان انت بتستقبل اهداف ما كانتش تحصل في وجودهم يعني. فلكن بخلاف كده النادي الاهلي عنده الصف الاول وعنده الصف الثاني، واكثر الفرق وصولا لمرمى المنافس في كل حتى في الماتشات اللي ما كانش موفق فيها هو صاحب اعلى فرص تهديف. طب هل حضرتك شايف فوز النادي الاهلي مشواره بقى في الدوري الممتاز، فوزه على النادي الاسماعيلي وهو منافس مباشر، ايضا فوزه على النادي المصري وهو منافس مباشر، فوزه على نادي سموحه وهو من الانديه القويه، هل ده مؤشر النادي الاهلي يستطيع الفوز على اقوى المنافسين؟ يعني ما اصلا يعني انا شهادتي هتبقى مجروحه، لانه هو النادي الاهلي في تقديري انا هو الفريق الافضل. بنتكلم بالوقائع الان يعني هو فاز على الاسماعيلي وهو ابرز منافسيه. شوف، هو النادي الاهلي هو الفريق الافضل بين كل المنافسين في الدوري. نعم. بس مش اللي نفسي فيه. نعم. طب ليه هو موضوع ثاني يعني. نبتدي نحلل، لماذا الاهلي هو الافضل؟ الاهلي هو الافضل لانه عنده تكامل في الخطوط، وعنده تكامل في العناصر السنيه. نعم. يعني عنده كل الكاتيجوريز بتاعه الاعمار، عنده الخبرات وعنده الشباب وعنده الوسط وعنده الصاعدين. فيعني النادي الاهلي فريق متكامل. الغيابات اللي بتحصل في النادي الاهلي رغم تاثيرها المحدود، لو حصلت في اي فريق تاني هتبقى تاثيرها كارثي، لانه
لما يبقى عندك اصابات بهذا الحجم في خط واحد فيعني ما حدش يقدر يستحمل الكلام. خط الدفاع كله تم اصابته يعني سواء قلبيه الدفاع سواء الباك اليمين سواء الباك الشمال يعني خط الدفاع كله تم اصابته من قبل يعني. بس لما تتزامن ثغره معينه نعم في القلب هي دي اللي عملت الهزه دي، لكن الحمد لله هم راجعين كلهم يعني تباعا في الاسابيع اللي جايه. لكن المنافسه مش سهله نعم ومفيش حاجه مضمونه، ولا حتى بالنسبه للنادي الاهلي اقدر اقول ان في حاجه مضمونه. صحيح هو صاحب اعلى الحظوظ واعلى الفرص، عنده تكامل في كل الخطوط، خبرات وشباب، عنده مدرب ممتاز قارئ جيد للمباريات، يعني طبعا عنده رصيد من الخبرات والقراءات للفرق الدوري المختلفه، يعني كل فرقه يقدر المدرب يتكلم عنها كويس للعبته. لكن المستويات الفرديه تقاربت، اصبح هناك لاعبين في انديه غير انديه القمه. نعم يعني حضرتك تقصد المقصة سموحة، المصري، الإسماعيلي، كل الأندية اللي موجودة على الساحة. الأندية الموجودة دي فيها عناصر ممتازة جدا ولابد يتعمل حسابها، ولابد نعرف إن المنافسة لن تكون سهلة، وإن الاحتفاظ الأهلي بالقمة محتاج لجهد كبير جدا ومحتاج لعرق وتعب في التدريب وانتظام. فيعني المسألة لن تكون سهلة، لأنه اللي بتفرج على ماتشات الدوري بتفرج على ماتشات الدوري كلها دلوقتي، من زمان ما بتفرجش على الماتشات بصراحه غير نعم. ماتشات الاهلي الزمالك الاسماعيلي الفرق الكبيره، انما دلوقتي بتتفرج على ماتشات لفرق ترتيبها حتى متاخر في الجدول، انما في شغل بتعمل وتعرف تؤدي اداء جيد وبتعرف تقرا الماتش. يعني في احيانا في ماتشات بتبقى زامله نحكشه الفراخ ما بتعرفش تقراها نعم فنيا، يعني لما تقدر تعرف الفريق ده بيشتغل ازاي، واضح انه بيطبق اسلوب معين، لعيبه عندها امكانيات عاليه، فيعني مستويات اللعيبه تقدمت. طيب اليوم كان هناك اجتماع في منتهى الاهميه بين لجنه الكره في النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب، كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الرياضي او مدير الكوره فوتبول دايركتور داخل النادي، ومعه كابتن علاء عبد الصادق لمناقشه العديد من الامور مع الجهاز الفني. مدى تأثير هذا الاجتماع في مشوار النادي الأهلي؟ لا هو اللي مدى التأثير مش الاجتماع، الاجتماع مش هي يعني مش هو ده مش هو ده الاجتماع بيتم وضع فيه خطط واستراتيجيات. بس المهم هو هذه المجموعة، المهم هو انه يعني هذه الكوكبة عبد الشافي الحقيقة يعني من رموز النادي، لكن هو كمان عقلية، لأن أنا أعرف المسألة ده عن قرب، يعني عقلية منظمة جدا وعقلية كروية بالدرجة الأولى، عنده تقييم ممتاز للاعبين، عنده علم ودراسة فيما يتعلق بالإعداد والتدريب والتأهيل، فهو الحقيقة اختيار صادف أهله بالنسبة لوجوده. هناك اطمئنان بقى الى انه يعني جماهير الاهلي تطمن، لانه فيه عيون خبيره فعلا، مش عيون يعني هو كان تم الاستعانه بيه كمدير فني حتى في الموسم قبل الماضي كابتن عبد العزيز شايف كمدير فني. انا بتكلم طبعا يعني مش بعيد عن يعني كان درب اغلبيه هؤلاء اللعيب كمان، واصل انت كمان مش محتاج انت يعني انت اللي مننا او اي حد نعم. من اولاد النادي الاهلي بيشتغل او ما بيشتغلش هو عايش جوه النادي لا أكيد. ومتعايش مع اللاعبين لا أكيد. وممكن يجيب هو مش يعني عبد العزيز عبد الشافي يبقى مش في اي منصب وانا مش في اي منصب او اي حد وعنده ملاحظه يجيب الابن ده او الاخ الصغير من اللعيب ويتكلم معاه ويقول له وينصحه من غير ما حد يحس من غير ما حد يعرف مش عايز اشو يعني فهو عمره ما كان بعيد مش كان بعيد ورجع دلوقتي لا هو موجود وكلنا موجودين طول الوقت بصرف النظر عن ان عندك اساينت عندك وظيفه ما عندكش وظيفه بتشتغل بشكل رسمي ما بتشتغلش بشكل رسمي احساسك بالمسؤوليه عن الفريق وعن الصاعدين بيظل موجود وحتى لو لم تكن في منصب رسمي فزيزو دلوقتي موجود في موقع المسؤوليه
وهو اهل ليها، وان شاء الله هيكون المردود جيد. مع وجود الكابتن محمود خطيب على رئاسة لجنة الكرة وايضا كابتن علاء صادق، وده يدفع المنظومة الامامية طبعا. وجود مهنا اصله يعني حكاية رئيس النادي وانه يتدخل في الكرة او ما يتدخلش في الكرة، دي يعني معضلة احنا بس اللي عايشينها في مصر. يعني في عندنا واحد رئيس نادي لو كعبل في كوره يكعبل ويتكلم ويقول فلان ده ينفع وفلان ده ما ينفعش. فدي مش شغلتك يا استاذ، انت انتخبوك عشان تعمل مطعم كويس، الناس تبقى واخد وجبه رخيصه، الاعضاء يلاقوا كرسي وترابيزه يقعدوا عليها، انما اداره الرياضه والكلام ده هتلاقيها لجنه وهات ناس فنيين يديروا الرياضه. لو انت بقى محمود الخطيب موضوع مختلف. لو انت في المانيا فرانز بيكنباور، نعم، يبقى الموضوع مختلف. يعني ايه؟ فهي المساله ما فيش فيها. حضرتك شايف ان نموذج كابتن خطيب مماثل الى نموذج بيكنباور مع بايرن ميونخ بالظبط. فهي القضيه انه ما هو لما يبقى رئيس النادي رئيس، هو رئيس الشركه فماشي بشغلته، ما يتدخلش بقى في الناحيه الثانيه، ما يفتيش. نعم. لكن لو تصادف انه يبقى هو راجل رمز من رموز الكوره في بلده، لا يتكلم، لانه هيبقى عارف بيتكلم في ايه. انما احنا للاسف يعني بنلاقي الناس اللي هي مالهاش علاقه خالص بعيده عن كره القدم تتحدث، بتتكلم نعم وبتقيم وبتنتقد انما طبعا اللي عمله محمود الخطيب لغايه دلوقتي هايل، لانه اهم حاجه عملها انه ما بيتكلمش. نعم. وده الشيء الحقيقه يعني نموذجي وعلى خطى صالح سليم. صالح سليم برضه ما كنتش تقرا له حديث في جورنان ولا يطلع في برامج تلفزيونيه ولا يعني ايه يعني في ثوابت في الاداره بالظبط. نموذج النادي الاهلي يمشي يعني يحتذى به على مدار 110 سنه فعلا بالتاكيد. والخطيب الحقيقه يعني هو عنده هذه الشخصية الهادية اللي تقدر تحلل وتقدر يعني كابتن عصام نربط هذا الأمر بما يحدث مع بعض الاهتزاز في مستوى النادي الأهلي. هل هدوء كابتن الخطيب واتزانه ووعيه الكام بكل أمور كرة القدم، هل هذا يؤدي إلى دعم فريق الكرة بشكل جيد؟ هو أصله لما اهتزاز النتائج ده شيء نسبي. نعم. يعني اهتزاز النتائج بالنسبه للنادي الاهلي غير بالنسبه لنادي سين، غير بالنسبه لنادي صاد، غير يعني كل واحد بالنسبه له يعني لما يجمع من اربع ماتشات سته بونت يبقى بالنسبه له كويس. النادي الاهلي لو جمع 10 بونت من اربع ماتشات يبقى في حاجه نتكلم فيها. فالمسألة نسبية، ولابد من ان المسائل دي ما تدرسش في العلنية. يعني بيقعد الشخص المختص او الاشخاص المختصين بيشوفوا بيحللوا النتائج واحداث المباراة وايه الاخطاء جاية منين وسببها ايه، وهل ده ليه علاقة بالتدريب، هل ده ليه علاقة بضغط المباريات، هل احنا عندنا ما يمكننا من اننا نعمل سياسة تدوير في اللاعبين علشان نواجه هذا الإجهاد في المباريات. يعني كل هذه الأمور بيتم دراستها والناس بتشتغل طول الوقت عليها، لأنه يعني أنت مطالب كل سنة بأنك تفوز بثلاث بطولات على الأقل. نعم. وده أمر صعب، إلا النادي الأهلي فقط هو اللي بيطالب به، يعني حتى الأندية الأخرى لا تطالب بها بكل هذا الكم من البطولات. وفي نفس الوقت مطالب بان انت لعيبتك يتحمل عليهم بالجهد في اداء مباريات النادي والمنتخبات الوطنيه اللي بيشكلوا عنصر اساسي فيها. ايضا اذا كان هناك حاجات وديه زي كابتن عصام، هل النادي الاهلي هو ترمومتر الكره المصريه؟ ترمومتر الاداء في التقييم؟ للاسف لا. لأنه النادي الأهلي منظومة مختلفة، ولو هو يعبر عن يا ريت كان يعبر عن كل يعني احنا مثلا كابتن النادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس، لا يعني ده كان في فترة قبل الاحتراف.
قبل المحترفين. انما دلوقتي انت عندك حوالي نسبة تتجاوز 60% الى 70% من التشكيل الاساسي لمنتخب مصر، اغلبهم اولاد الاهلي برضه. بس هم محترفين في الخارج دلوقتي. نعم. اولاد النادي يعني بعضهم اولاد النادي يعني. لو اتكلمنا على رمضان تريزيجيه، حجازي كان لاعب في النادي الاهلي، ما هو دول ابرز النجوم مع وجود عبد الله السعيد واحمد فتحي. بقى منتخب خلاص ما فيش غير صلاح. لا يعني يعني برضو لا يعني في عدد كبير. انت لما هتجمع 25 لاعب من للمنتخب هيكون منهم 12 13 اكثر من النص كمان شويه من يعني انت حضرتك شايف النادي الاهلي كمنظومه تسبق منظومة الكرة المصرية في مصر؟ لا يعني النادي الأهلي كمنظومة أو تستحق كلمة منظومة، لأن منظومة كلمة منظومة دي مشتقة من النظام. نعم. وإحنا ما عندناش نظام في أي حاجة، يعني النادي الأهلي كان بيبقى دايما هو اللي عنده أشياء بيمشي عليها، أسس وأسس ومبادئ وأصول بيمشي عليها وبيراعيها بصرف النظر عن النتائج. بس النادي الاهلي بيتحمل عليه كتير في المنتخبات الوطنيه، ولذلك وايضا عنده ارتباطاته الافريقيه اللي هتخليه تاجل له مباريات وتضغط بالنسبه له الجدول، وعليه انه يتابع بقى سياسه التدوير وانه بيشغل كل الناس اللي عنده بحيث انه ما يحملش على ناس، لانه الفترات اللي هتلعب احيانا كل 48 ساعه عشان توفي الجدول اللي موجود يعني. يعني انا مش عايز يعني هل حضرتك شايف ان دي حاجه منطقيه ان نلعب كل 48 ساعه؟ هي القضيه ان احنا بس مش قادرين نخلي السنه اكتر من 12 شهر، حاولنا ما رضيوش. فالسنه 12 شهر فمش عارفين. واحنا بنحترم اول ناس بنحترم في النادي الاهلي الالتزامات الدوليه بتاعت المنتخبات. بعض الامور يا كابتن عصام مشجع كرة ما بيحطش هذه الامور في الحسبان، ان لعيب الكرة ايه المشكله ما يلعب كل ثلاث ايام، اوروبا كلها بتلعب كده. الكلام ده غير صحيح، اوروبا ماكسيمم تلعب ماتشين في الاسبوع. هما ماتشين في الاسبوع بس لازم نعرف برضو التنشئه بتاعه الطفل. نعم. والصبي والشاب في اوروبا عموما سواء كان لعيب كرة او غيرها، الرعايه الصحيه اللي احنا الاولاد عندنا اللي عندهم بيطلعوا يعني بياخدوا يعني لعيبه الكوره دول هم جايين من الاحياء الشعبيه. نعم. فدول في الاغلب ده حقيقي. فدول نشاتهم في اماكن غير صحيه، وفي خمسه في اوضه وسبعه في اوضه، ومن وتغذيه طرق التغذيه وطرق الامور كثيره جدا، أمور كبير جدا. فبتخلي بعد كده المبنى اللي طلع بقى الكبير ده مخوخ من جوه شويه، يحتاج الى يعني اعاده، ما يقدرش يتحمل الضغط ده. نعم. ما يقدرش يتحمل الضغط المستمر ده الا من رحم ربي يعني. طيب ازاي نقدر نعالجه يا فندم؟ احنا نقدر نعالجه بانه ما نتكسفش. لازم نواجه. ما نتكسفش من ان احنا نقول لا لما يكون في حاجه احتفاليه ولا مباراه مهرجانيه ولا حاجات بالشكل ده. نتيجة كده هيوقف لي المسابقة، ولما المسابقة تقف يبقى الماتشات هتتكربس على بعض، وأنا عندي أفريقيا وعندي فهي المسألة إن إحنا نقول لأ، يعني نعرف نقول لأ. يعني لما يكون عندي حاجة أنا مش بلمح الماتش بتاع الـ الإمارات أو الماتشات العربية عموما اللي بيتم الدعوه ليها، لكن انا مش عايز مفاجآت. انت قبل ما ابتدي الموسم قول لي. بس يا فندم هو لا يتم التأجيل بسبب المباريات الاحتفاليه، ده اللي بيتم التأجيل بسبب ارتباطات المنتخب الوطني. نفاجئ ان ده المنتخب مصر دخل كاس الامم، فكده هيبقى في توقف مفاجئ. لا ازاي مفاجئ؟ ده كاس الامم بتتعمل يعني الجدول بتاعها سنتين قبلها. نفس القصه يعني. هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي في حاله دخوله كاس العالم للانديه كان هيبقى الوضع صعب جدا على النادي الاهلي في بطوله الدوري، لان هيبقى في تمديد ممكن يتقطع كمان من معسكر منتخب كاس العالم. ما هو ما انا زي ما بقول لحضرتك، زي ما قلنا في الاول، انا باجي اول السنه وبجيب جهاز اسمه كمبيوتر
وبحط كل الداتا اللي عندي وكل البوسيبل داتا او المعلومات المحتمله الاحتمالات يعني ممكن اكسب بطوله افريقيا واخش بطوله انديه العالم، ده بوسيبيليتي، ده احتمال احطه من غيره وبيه، يعني احتمال ان انا العب في افريقيا اكسب افريقيا والعب بطوله انديه العالم واحتمال ما اكسبش وما اروحش انديه العالم، وبالتالي هنا هيبقى في جدول وهنا في جدول هيبقى معمول بحيث ان انا يبقى عندي أو اول السنه جدول بقول فيه اذا المنتخب وصل كذا واذا الاهلي وصل كذا وكذا هتبقى ده الجدول، اذا ما وصلش في كذا ووصل في كذا هيبقى ده الجدول، اذا وصل في كذا وما وصلش هيبقى ده الجدول، احط كل الاحتمالات علشان كمان الانديه تعمل ارتباطاتها وتعمل فترات اعدادها، يعني المسائل عايزه شغل شويه، وعايزه ان اتحاد الكوره يوظف ناس بقت شغلتها كده، مش حكايه الاعضاء المنتخبين اللي هم بيلفوا الاقاليم والشغلانه بتاعت زمان دي، دول ماشي خليهم على عيني وراسي مجلس الاداره، لكن وظف اداره علميه عندك واداره تخطيط من ناس اخصائيين في فنيين. الحواسب الالي وكلام مش في الكوره، نعم فنيين اخصائي انا عمال ادي له الداتا وكل البوسيبل الحاجات المحتمله انها تحصل في على مدار السنه محليا وافريقيا ودوليا، ويعمل لي الترنتيفز، يعمل لي بدائل، يعمل لي بدائل للجداول، بحيث ان انا اشتغلت بالجدول ابتدي بيه اول السنه على اساس الداتا كلها، حصل اي طارئ من الطوارئ اللي كنت عامل حسابها يبقى الجدول الثاني هيستمر هيشتغل، وانا ابقى الانديه عندها كل الكوبيز دي، عارف انه لو حصل كذا هيبقى ماتشاته هتتغير تبقى كذا، يبقى مفيش اي مفاجاه، مفيش اي مفاجاه. بقى الجهاز الفني، انا هتكلم بقى على وضعيه النادي الاهلي، انا بناء على هذا الجدول ابتدي احط بقى ايه شغلي وشغل البدني وشغل الفني وتقييمي واحط جدولي وابتدي اشتغل، ما اتفاجئش. كل يعني كل ما كله مترتب على كله، لو من الراس لو صلحت الراس صلح الجسد كله. ده حقيقي. طيب كابتن عصام، النادي الاهلي بصدد الدخول في يناير، ما هي المراكز اللي يحتاج تدعيم النادي الاهلي؟ هل يحتاج الى راس حربه؟ هل يحتاج الى قلب دفاع؟ هل يحتاج الى، من وجهه نظر حضرتك؟ لا انا اصلا انا مش شايف الحقيقه انه النادي الاهلي محتاج حد، هو يعني، انما انا لو مسؤول وهشتري لعيبه انا اشتري فراوده فول ستوب. مش هتشتري قلب دفاع؟ لا لا، قلب دفاع مين؟ نعم. انا عندي ما شاء الله يعني، لا وصحيح المدافعين ارخص مش هكلفوني كتير، لكن لا انا عايز سكوررز، عايز هدافين، عايز هدافين، فانا هشتري الاهلي عنده، نعم يعني عنده هدافين وكل حاجه، انما هل من مزيد يعني لازم اشتري مهاجم هداف واشتري جناح، واشتري جناح خصوصا ناحيه اليمين، حد كده صلاح يكون اشول من النوع اللي بيقطم جوه وبتاع يعني. هل حتى في وجود يعني لعيبه كتير بتلعب في هذا المكان، سواء وليد سليمان سواء حمودي سواء احمد الشيخ سواء يعني، هو حد كان يقول ان انا ابقى محتاج وانا عندي رامي ربيع وسعد سمير وحجازي وابقى محتاج سرد باك، اجي ادور على سرد باك اجيب كله مصاب؟ فلا يعني، اذا هي انت عندك 25 لاعب. نعم. 25 لاعب وبتشتغل في بطولات كثيره جدا، بتلعب على الاقل بطولتين محليتين وبطوله قاريه كل سنه، عندك لعيبه احتمال تصاب في المنتخبات الوطنيه سواء المنتخبات الوطنيه بتاعت مصر او بتاعت بلادهم، فلا محتاج انك عشان كده ب 25 لعيب يعني. طيب من وجهه نظر حضرتك يا كابتن، من هو اللاعب الابرز في هذه المنطقه داخل النادي الاهلي؟ منطقة خلف رؤوس الحرب. والله طبعا عبد الله سعيد نمرة واحد. ودي منطقة احنا عايزين فيها ناس، يعني النادي الأهلي يحتاج حد، لأنه لما بيغيب أو يتعب أو يقل مجهود عبد الله سعيد
بيبان على الفرقه تاثير الفاعليه حتى وان كان صالح جمعه موجود. صالح جمعه بالنسبه لي انا لغز. في ايه يا فندم؟ لان صالح جمعه بتعبير البلدي بقى يعني احرف لعيب كره في مصر. نعم. احرف لعيب كره في مصر هو صالح جمعه. انما مش احرف دماغ. يعني عايز حد يقعد معاه، انا نفسي الخطيب يقعد معاه. يقعد معاه كذا جلسه. عشان يعرف دماغه فيها ايه، لان هو عنده مشكله في دماغه. مش دماغه يعني سوري يعني في التفكير يعني. نعم. في طريقه تفكير، في طريقه تخطيطه لمستقبله، في طريقه رسمه لمشوار حياته ونجوميته وعيشته واسلوب حياته. محتاج يقعد مع محمود الخطيب لان ده احرف لعيب كره في مصر. طيب كابتن عصام، نخش في الجوله 15 اللي النادي الاهلي كان تعادل فيها مع وادي دجله، وحضرتك قلت ان النادي الاهلي كان احد اهم الاسباب هذا التعادل هو الاجهاد رقم واحد وعدم التوفيق سواء في الاصابات او في الفرص الضائعه. هل النادي الاهلي كيف يعالج النادي الاهلي ظاهرة الفرص الضائعة من وجهة نظر حضرتك؟ لا، هي يعني احيانا بتكون الفرص بتضيع نتيجة غياب التوفيق، او لكن الفرص الضائعة بتكون نتيجة انه في الاغلب الاعم يعني انه مفيش عناية. مفيش عناية في انهاء الهجمة؟ لا، يعني اللعيب ما بيعتنيش بنفسه. نعم. ما يعني انت عارف ان ممكن تفرق مع الفيرود في فرصة انفراد او فرصة تسجيل هدف، اذا هو حرم نفسه من النوم ساعة ولا ساعتين، يعني بدل ما ينام 8 9 ساعات سهر شوية ونام له 5 6 ساعات. مش كفايه على لعيب الكره اللي بيبذل مجهود لازم ينام من 8 ل 8 9 ساعات، لانه المجهود البدني اللي بيبذله كتير جدا. فاللاعب في السن ده بيبقى محتاج لهذه هذا العدد من الساعات. اذا سهر شويه مع اصحابه، يعني قعد بشكل مش مريح، مثلا قاعد في حته سهر سهره بالكلام ده بيفرق معاه جدا. فيعني هي المساله انه اللعيبه عندنا ما بتديش كل الامكانيات اللي عندها، لانه هو مش عايش العيشه الاحترافيه. نعم. يعني هو عايز يثقف، يتم تثقيفه احترافيا لما يجب، ان هو يبقى المانجر بتاع نفسه، هو اللي بيدير نفسه، هو اللي بيدير حياته، ويعرف ياكل ازاي ويشرب ايه وينام امتى ويقعد ازاي. يعني في اعداد بتجهد العضله لما تقعد في القعدة دي مثلا في حتة معينة قاعد ساعتين ولا ثلاثة بشكل معين، ده مش كويس بالنسبة للعضلات معينة. فيعني عايز ياخد هذه الصفة الاحترافية. فإحنا يعني عندنا إمكانيات بتهدر لهذا السبب، إنما النادي الأهلي يظل هو الأفضل، بس الأفضل مصريا على المستوى أقرانه المصريين فيما يتعلق بهذه الأمور التنظيمية والالتزام بالنسبه للاعبين. لكن على المقاييس العالميه لا، برضو احنا مش محتاجين بعض، يعني تظبيط بعض الامور، محتاجين تثقيف شويه في المساله دي. وانا يعني بعول في الحته دي على زيزو. نعم. بعول على زيزو ان هو يعني يكون الموجه او الليدر في الحته دي، لان هو نفسه أدار رغم الإصابات اللي كانت بتجيله يعني بشكل مستمر، إنما هو عاش الفترات دي ويقدر يكلم اللعيبة عن وعي هو بيقول إيه. لأنه بس النادي الأهلي برضو تحط في اعتبارك إنه مش الأهلي بس، كل الأندية في مصر دلوقتي الفروق الفردية قليلة. يعني لعيبة النادي الأهلي عندهم فرقة النادي الأهلي فيها
ثلاثة أو أربعة بالكتير فوق مستوى بقية الفرق، والباقي يزي أي فرقة في الدوري حتى في السابع ولا الثامن. نعم. إنما في ثلاثة أربعة بس هم اللي سوبر على مستوى، فالكلام ده بيخلي الماتشات بقت صعبة على كل الفرق. يعني أنت بقى فرقة ممكن تبقى في مؤخرة الجدول وسهل جدا انها تعمل نتيجه ايجابيه مع حد في المقدمه. يعني انت حضرتك تقصد ان مستويات او المستويات داخل الدوري المصري الممتاز متقاربه جدا باستثناءات بسيطه خالص يعني، ومعظمها في النادي الاهلي. كابتن عصام، هاخذ حضرتك للمنافس المباشر للنادي الاهلي هو نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي اليوم في الجوله 16 كان بيواجه الرجاء وفاز بخمسه اهداف، وهو فارق حتى الآن بخمس نقاط، ولكن النادي الأهلي له ثلاث مباريات لم يلعبها. النادي الأهلي بصدد أنه يلعب لقاء بتروجيت بعد الغد بإذن الله. حضرتك شايف المنافسة مع نادي الإسماعيلي هل ستمتد إلى نهاية الدوري؟ والله فرقة النادي الإسماعيلي فرقة كويسة، ومش هقول لك بقى أن أنا شايف، أنا أتمنى إنها تستمر، إن المنافسة تستمر مع بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي حتى نهاية الموسم، وأتمنى أيضا إنه يخش نادي الزمالك، لأنه أنا بتمنى الخير للكرة المصرية. أنت حضرتك عايز منافسة عشان المنتخب؟ بالتأكيد بالتأكيد، لأنه يعني مسألة النظرة الأحادية أو النظرة المتعصبة للانتماء النادي، يعني مش هي دي الأساس عندنا. يعني احنا باستمرار بيهمنا المنتخبات الوطنية، وبيهمنا ان الفرق المقدمة تبقى عندها يعني هو الإسماعيلي كان فاز على المقصة بأربع أهداف في المباراة الماضية، وفاز على الرجاء بخمسة أهداف، و كلا المديرين الفنيين للفرق المنافسة من أبناء الدراويش، سواء كابتن عماد سليمان أو كابتن أحمد العجوز. فهل شايف أن الإسماعيلي نتائجه الجيدة ضغط على النادي الأهلي؟ هو باستمرار طبعا لازم يبقى فيه حوافز. يعني باستمرار كان يعني كان بالنسبة لنا نادي الزمالك بنتابع نتائجه على أساس أن هو ده المنافس الرئيسي بالنسبة لنا، وانه يعني بيبقى حافز لينا ان احنا نتفوق او النادي الاهلي يتفوق على المنافس اللي بينافسه. فحاليا النادي الاسماعيلي من بدايه الموسم هو المنافس، واضح ان هو اللي هيكمل، اتمنى انه يكمل لانه ما بيكملش، اتمنى انه يكمل لغايه نهايه الموسم، في لان ده حافز للنادي الاهلي وبيرفع من مستوى الاعداد النفسي والمعنوي للنادي الاهلي لما يحس ان في منافسه، لما يحس ان في خطر على اللقب بتاعه، فبيبقى اللعيبه بتبقى متحفزه اكتر يعني. نعم. غير ما تكون المسائل ممهده والفرق كبير احيانا يدعو للتراخي. طيب كابتن عصام، نادي الزمالك اخر لقاء بالامس امام المقاولين فاز بهدف مقابل لا شيء، وكان فاز حتى على الاتحاد في اللقاء اللي يسبقه. هل عوده الزمالك مره اخرى للانتصارات مؤشر جيد للدوري العام؟ بالتاكيد، هو اصله احنا يعني نادي الزمالك يعني كمنافسه بينه وبين النادي الاهلي في غنى عن البيان، لكن ايضا يعني هي الكره المصريه ليها جناحين طول عمرها، وده مش عيب. يعني ان الاهلي والزمالك بعض الانديه الثانيه قد ترى انه يعني مش معنى الاهلي والزمالك، ما وده موجود، يعني القطبيه دي موجوده في بعض الدول، وفي دول كثيره موجوده في ريال مدريد وبرشلونه، يعني هي يعني ما هياش مشكله. لكن النادي الاهلي بيحب يعتقد انه هو نمره واحد وان الزمالك نمره اثنين، وهذا الاعتقاد اعتقاد مدعم بالحقائق الماديه مش تمنيات. نعم. او تعصب، واقع، او واقع مجرد الانتماء، يعني بالارقام هو، انما باستمرار نمره اثنين يحب يبقى نمره واحد يعني، وعنده طموح، لان الفوارق بتبقى قريبه جدا.
طيب بعيد عن الاهلي والزمالك والاسماعيلي، مين الفريق اللي حضرتك بتستمتع بيه هذا الموسم؟ النادي الاهلي. لما يبقى كويس. نعم. مفيش فريق تاني ممتع غير النادي الاهلي. لما يبقى كويس. نعم. ممتع. يعني حضرتك استمتعت بالنادي الاهلي امام الاسماعيلي وامام امبي؟ بالتحديد لان كانت ادائهم يعني لا هو لما بيبقى النادي الاهلي في حالته الطبيعيه او فايق زي ما بيقولوا باللغه فايق تحب تتفرج يعني. انا بتفرج على كل الماتشات بحكم الشغل بحكم العمل يعني، لكن الماتشات الممتعه اللي انت يعني تتحمس ليها مش عارف بقى نتيجه الانتماء ولا نتيجه الماتشات حلوه، المساله داخله على بعض. لكن هو النادي الاهلي لما بيبقى فايق بيقدم احلى كوره يعني، احلى كوره في مصر واحلى كوره في افريقيا. ما بستمتعش لا بحد تاني، لا ما بستمتعش يعني اكذب عليك اذا قلت لك ان انا بستمتع باي فريق في الدوري المصري، لان بتفرج على كوره عالميه كتير، فعشان استمتع انا اقول لك انا مستمتع محتاجه يعني شغل. طيب كابتن عصام، حضرتك في وجودك كلاعب داخل النادي الاهلي لعبت امام العديد من الانديه العالميه، والنادي الاهلي على موعد لمباراه من اجل السلام امام اتلتيكو مدريد القطب الثالث في الكره الاسبانيه يوم السبت ان شاء الله نستمتع بها هنا في قناه النادي الاهلي. دور هذه المباريات وخاصه ان هي مباراه لها رساله، ورساله من اجل السلام ومصر من الدول التي تتصدى مشهد مكافحه الارهاب على مستوى العالم، حضرتك شايف المباراه ديت ازاي؟ هو الحقيقه يعني لولا انه الهدف سامي جدا وانا بحترم ان احنا نحتشد وراء هذا الهدف والنادي الاهلي يلعب مباراه لهذا الهدف، فانا ما كنتش اوافق على ان المشهد ده يتلعب لانه الضغط بقى كبير قوي على فرقه النادي الاهلي، وحتى المباريات الاحتفاليه كمان بتضغط على الجدول وهتؤدي الى ضغط المباريات. لكن النادي الاهلي طول عمره صاحب رساله وصاحب دور مجتمعي في كل الظروف يعني. فاكر في حرب 73 النادي الاهلي كان معسكر تدريب. نعم ده حقيقي، ملعب التتش كان معسكر تدريب للقوات الحرس الوطني والقوات الخاصه والدفاع المدني كل الكلام ده. فالنادي الاهلي هو نادي الوطنيه المصريه، وانا اتكلمت على دايما احب اجيب سيره الزعيم سعد زغلول اللي هو كان رئيس الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وكان زعيم الوطني يعني. أندية تانية ما فيش نادي عنده هذه الخلفية الوطنية، أي نادي يعني معظم الأندية كان أجانب اللي بيأسسوها يعني، بما فيهم نادي الزمالك الشقيق يعني، هو أيضا كان نادي الجاليات الأجنبية في مصر. حضرتك شايف إن هذا اللقاء رسالة مهمة جدا من النادي الأهلي وملعبة بقى النجوم الكبار جريزمان، هو الدور الدور بتاع النادي الأهلي في قضايا الوطن وفي قضايا مصر السياسيه والاقتصاديه، النادي الاهلي دايما يبقى في الطليعه. كابتن عصام، قبل الختام عايز كلمه من حضرتك لجماهير النادي الاهلي. هقول لجماهير النادي الاهلي، انتوا حظكم كويس ان انتوا طلعتوا اهلاويه. هل في قلق على بطوله الدوري؟ بالمره مفيش. مفيش قلق على بطوله الدوري. ان شاء الله. هل النادي الاهلي ان شاء الله قادر على المنافسه على بطوله افريقيا الموسم الجديد؟ بإذن الله النادي الأهلي لابد أن يسترد اللقب الأفريقي. كابتن مصر ورئيس اتحاد الكرة الأسبق الكابتن عصام عبد المنعم، شرفتني ونورتني يا كابتن. شكرا. ده كان ختام فقرتنا مع كابتن عصام عبد المنعم. دائما وأبدا استاد الأهلي، كل اللي أنت عايز تحب تشوفه عن النادي الأهلي والكرة المصرية لقوه هنا معانا في استاد الأهلي. دمتم في أمان الله، حتى ألقاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.